لم تمر إلا أيام قليلة على تأكيد خبر زواج نجمي بولود سيدارت مالهوترا وكيرا أدفاني، وبأن حفل الزفاف سيقام في بداية الشهر المقبل، لتظهر البارحة بعض الأخبار والتي تقول أن الثنائي قد تشاجرا بسبب النجم الهندي فارون دوان، والذي قام بتقبيلها أثناء تصوير إعلان ترويجي لمجلة، وذلك دون تعليمات من مدير التصوير، وهو الأمر الذي أدى إلى الشجار بينهما. هذا وقد انتشر مقطع فيديو الذي كان سببا في إثارة الجدل بينهما والذي يوثق ذلك، لكن وعلى الرغم من ذلك فقد كشف مصدر قريب من الثنائي أن الخبر غير صحيح، وأن سيدهارت وكيارا مولوعان بعضهما البعض، كما أنهما يحظيان باحترام متبادل